النووي يهدد بإنهاء العالم، فهذا يهدد بالضغط على الزر، وذاك يحرك غواصة نووية، وآخر يلوح بأن النووي حل لا بد منه. لكن هل يقتصر دور النووي على التخريب والتفجير؟ الإجابة لا. وهل الرؤساء فقط من يشكل النووي عنوانا لصراعاتهم وخلافاتهم؟ أيضا لا. فالعلماء والباحثون مشغولون اليوم بصراع آخر حول النووي، فما هي القصة؟ تابعوا معنا هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. النووي وأزمة المناخ. أزمة مناخ عالمية تهدد الكرة الأرضية باتت الشغل الشاغل للعلماء والباحثين، كل يبحث باتجاه. وكان من ضمن هؤلاء علماء الطاقة النووية الذين لم يكونوا مرحبا بهم، وانقسم القائمون على حل مشكلة المناخ إلى قسمين، خاصة في المؤتمرات العالمية حول المناخ. فبينما هم مكروهون في مؤتمرات الأمم المتحدة، يستقبلهم مؤتمر الأطراف كوب 26 مثلا المنعقد في غلاسكو بكل حفاوة. فلماذا هذا الانقسام؟ لطالما خيم شبح تشيرنوبيل وفوكوشيما الكارثتان النوويتان المدمرتان على النظرة العامة تجاه كلمة النووي أينما ذكرت ومهما كانت الكلمة التي ترادفها. إضافة إلى ذلك مشكلة النفايات النووية المستمرة، ما جعل هذه الطاقة المتولدة عبر انقسام الذرات مهمشة، مصدر خوف ورهاب لكثيرين. لكن أزمة المناخ تتفاقم، والحاجة إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري باتت ملحة جدا. لذلك يعمل المؤمنون بدور الطاقة النووية في حل هذه الأزمة بكل طاقتهم لإثبات وجهة نظرهم. فالحل في رأيهم يكمن بها، ولا توجد طريقة لتجنبها مهما طال الزمن. لنتحدث عن الطاقة النووية. تمثل الطاقة النووية ربع الطاقة النظيفة في أنحاء العالم، ومن أجل الحصول على فرصة لحصر الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بالمستويات التي كانت ما قبل الثورة الصناعية، يجب خفض الانبعاثات الدفيئة العالمية بمقدار النصف تقريبا في غضون عقد على الأكثر بحسب تقديرات العلماء والباحثين. لكن للأسف الأمور لا تجري كما هو المفروض، بل تتحرك في الاتجاه الخاطئ تماما. فقد أظهر تقرير في عام 2021 أن الانبعاثات تقترب من مستويات قياسية، لتدق الوكالة الدولية للطاقة ناقوس الخطر من أن الانبعاثات قد تصل إلى آفاق جديدة بحلول عام 2023، لتبرز كلمة السر السحرية الطاقة النووية من جديد، وزادت حدة أصوات الداعين لاستخدامها والمدافعين عنها، ومنهم كالوم توماس رئيس شركة توظيف في قطاع الطاقة النووية، والذي يرتدي قميصا كتب عليه لنتحدث عن الطاقة النووية. حل أم مشكلة؟ يبدو أن اختلاف العلماء حول الطاقة النووية ونجاعتها لا يقل حدة عن اختلاف رؤساء العالم أجمع حولها، إذ وجدت دراسة علمية حديثة أن المفاعلات النووية الصغيرة التي يطالب علماء الطاقة أنها الأفضل لتوليد الكهرباء، وأنها ستحل أزمة التلوث من الوقود الأحفوري، ستخلق نفايات مشعة بكمية أكبر وأكثر سمية على المدى البعيد من التقليدية. حيث قالت الباحثة الرئيسة للدراسة لينساي كرال: نتائج الدراسة تناقض تماما ما يعتقده مطور الصناعة من ناحية التكلفة، وخفض النفايات المشعة بالنسبة لنوعية المفاعلات النووية الصغيرة. وحللت دراسة لجامعتي كولومبيا وستانفورد ثلاثة أنواع من المفاعلات النووية الصغيرة بنتها ثلاثة شركات، وهي توشيبا ونوسكال وتريستريال إنرجي. أن صغر حجم المفاعلات النووية يؤدي إلى تعرضها لتسرب نيوتروني يعمل على زيادة النفايات المشعة المتولدة عنها. كما أكدت الدراسة أن سمية النفايات المشعة الناتجة عن المفاعلات النووية تزيد بنسبة 50% عليها في التقليدية بعد 1000 عام. رفض دراسات لفاعلية الطاقة النووية في حل أزمة المناخ لم يثبت عزيمة المدافعين عن فعاليتها في حل هذه الأزمة، والذين يؤكدون أن الابتكارات في المفاعلات والوقود النووي تستحق بحثا كبيرا ودعما حكوميا عالميا،
وأن الطاقة النووية هي الحل السحري للأزمة التي تهدد كرتنا الأرضية وحياتنا. فهل يتفق العلماء حول كنزهم المنقذ؟ أم أن مشكلتهم كمشكلة الرؤساء المختلفين حول سلاحهم المدمر؟